يا جماعة نبي والنبي خدروني قبل ما تاكلوني أنا أنا مش هستحمل اللي هيحصل لي أنا طول عمري بخاف من مصاصي الدماغ. بقى <applause> على رأي المثل اللي خاف من المصاص هيطلع له في الميكروباص. <applause> أحيي بقى لنا ساعتين بنحاول نفهمك ما تهدى كده واسمع الكلمتين. أنا رأيي بقى إيه نكهربهم أو نعلقهم من رجليهم يمكن دماغهم دي تشتغل. <applause> يا نار مش فايت. أنا عندي عيال. اروح لامي. يا جماعه مش صدقت النهارده كان عندي مقابله في مطعم. كنت هبقى طياره الدنيا. <applause> طب تنصب كمان يا واخد مطاعم ايه دي اللي هتشغل طيارين؟ <مثل> انا اشتغلت سنتين طيار في مطعم. انت هتنصب انت كمان. يا بابا يا بابا الطيار ده اللي هو دليفري. جاتكم البلا كل حاجه عندكم بالمشقلب. يا سلام يا سلام عليك يا واد يا واصل يا مخترع يا فاز يا مستفز اخيرا اخيرا هجرب الحقنه النفاثه انا جربتها مره على حمار عم حمدان بتاع الخضار وسبحان الله الحمار راح في دقيقتين اتبخر مش عارف بقى هتعمل ايه مع البني ادمين ها هتسمعونا بتركيز ولا اسيب واصل يشوف شغله احنا خدامينك يا تحسين باشا لا يا حبيبي ما بناكلش من الكلام ده هتاخدوها وهجرب اختراعي يعني هتاخدوها معلش يا وص معلش خليها مره تانيه هم هيسمعوا الكلام <applause> لا يا باشا الله يكرمك سيب ودها لهم ما تكسروش بخطر يا ابني ما تخافش ما تخافوش والله الراجل ده ايده خفيفه انا مجربها يا سلام ايه يا حبيبي لا يا اخويا يعني عايزني بعد ما دخلت الحقنه وعملت التركيبه بتاعتها وحطيت الكيماويات بتاعتها عايزني اجل لا يا بابا هياخدوها يعني هياخدوها واجرب اختراعي ما تعقل بقى يا عم واصل اهدى كده هو تخلي الراجل يقول الكلمتين وبعد كده اعمل اللي انت عايزه اه تصدق يا ده اشرف عشان خاطرك عشان انت حبيبي وابن حبيبي ارزع بقى يا استاذ الكلمتين البقين بتوعك لحد ما اعمل بحثي واسخنها تاني وانا جاهل <applause> إهدأ إهدأ انت إيه وهو إهدأ اسمعوني كويس انا كنت جدي نظيم باشا السمنهوري كان مؤسس لخلية مقاومة وكان أجدادكم أعضاء في الخلية دي كانوا بيقاوموا الإنجليز كان ده كان سنة 1919 وتعاهدوا على انهم هيلبوا الندى كل ما البلد تحتاج لهم. وقالوا كمان ان ولادهم واحفادهم حيكملوا المسيره اللي هم بدأوها. انا دلوقتي مرشح للرئاسه ومحتاجكم معايا. محتاج انكم تقفوا معايا وتساندوني زي ما اجدادكم سندو زي ما اجدادكم ساندوا نظيم باشا جدي. يعني يا استاذ تحسين انت عايزني نقف معاك في الانتخابات؟ امال هتقفوا معاه في طابور العيش يا ريتهم كانوا طلعوا فامباير يا ريتهم كانوا طلعوا فامباير لا لا يا روح ما بعدك روح انا ماليش في الحاجات دي لا ليا في الانتخابات ولا في الحاجات اللي هتودي في داهيه دي أنا مواطن صالح ايوه ايوه وانا كمان ابويا قال لي ما مالكش دعوه بالحاجات دي انا من البيت للتدوير على الشغل ومن التدوير على الشغل للبيت يعني انت وابوك كمان ايه السلبيه الرهيبه دي يا استاذ تحسين احنا ناس غلابه بكمل عشان النوم بلاش احنا بقى في البهدله والسياسه والكلام ده وحق اجدادكم عليكم فين وحق بلدكم عليكم فين ما نشوف احنا حقنا احنا الاول نبقى نشوف حق بلدنا دي مش بلدنا يا استاذ تحسين دي بلد الحكومه وهم بقى كتر خيرهم انهم هم سايبيننا عايشين معاهم اصلا نقوم احنا بقى ايه نعكنن عليهم ده والله يبقى حرام في غاية الحزن والأسى وفي غاية الدهشة أجدادكم أجدادكم قدموا كل حاجة وضحوا بكل حاجة عشان البلد يعني اللي عملوه كان نفع إيه قاعدين عايشين في نفس الهم وكل يوم عن يوم بيزيد إيه خلينا عايشين كده ساكتين أحسن وكافيين خيرنا شرين حتى لو مجهودهم ما سابش أثر عليكم بس كفاية انهم كانوا أبطال كانوا رجال كان كان عندهم اهداف إيه ما احنا كمان عندنا اهداف يا تحسين بيه هي فين دي اهداف محمد صلاح في الدوري الانجليزي ايه والله هي احسن 100 مره من اهداف جدودنا اللي بتقول عليه. انت هتهزر يا استاذ تحسين إيه 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 احنا لازم نمشي امورنا إيه عشان نسلك مش معقول انا كنت مفكر ان اول محاضره عليكم هتوافقوا تقفوا جنبي وتساندوني ليه اللي غيركم ايه اللي غيركم غير المصريين بالشكل الفجر؟ يا استاذ تحسين انت لو عايزنا في خناقه والله ما كنا هنتاخر بس اللي انت بتقول عليه ده سكه اللي يروح ما يرجعش ده سامي عنان اللي هو سامي عنان اختفى في ثانيه ولا التاني اللي كان رئيس وزراء ويا هنا ويا هناك نخ في يومين عايزنا احنا بقى الغلابه نقف جنبك ونساندك ده بقى حرام والله